بعدما يقرب من 400 عام من البحث، أعلن علماء الجغرافيا والجيولوجيا اكتشاف قارة جديدة كانت مفقودة لمئات الأعوام تسمى زيلانديا. هذه القارة المفقودة بحث عنها البحارة والمستكشفون في السابق، وباءت محاولاتهم بالفشل الذريع. تبلغ مساحتها حوالي 5 ملايين كيلومتر مربع، كبيرة على فكرة، وكلها تقريبا تحت سطح الماء. ومنذ ما يقرب من 105 ملايين سنة بدأت زيلانديا في الانسحاب لأسباب لا يزال علماء الجيولوجيا لا يفهمونها تماماً.